ميني ستوديو. أصحابنا يلي عم يحضرونا اليوم رح كون أنا لحالي معكم بالحلقة، بس أكيد رح تكون حلقة بتعقد مثل دايما. رح يكون عنا كذا شغلة عم نعملها. هاي إلي، هاي كيكي. لا عم بمزح، ما في حدا. أوكي، فإذا أول شيء رح نبلش به أول لعبة يلي بنلعبها، يلي بنتصل بشخصين وبيربحوا معنا 100 دولار باليوث باكج، اللي هي أي لعبة؟ لاكي تو بي يانغ من بانك ليفانو فرانسيز. أنا وقت بدي أصير معلمة، وبعد الظهر بدي أغني مع كيكي بميني ستوديو. بدي أعيش ببيت معمول من البوبو والشوكولا ما بيخلصوا أبداً. بدي أجمع مصاري لأشتري بيت لكلب سنوي كمان، وسيارة حقيقية للعبتي. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. اسألوا عن الخدمات المخصصة لأولادكم بالبي ال اف. رح ارجع اذكر كل اصحابنا يلي عم بيحضرونا كيف فيهم يلعبوا معنا بلعبه بانك ليفانو فرانسيز. هي انه بتدقوا بتبعتوا مسج على فيسبوك بيج تبع ميني ستوديو، بتبعتوا لنا رقمكم، اكيد اسمكم، رقمكم، وقد ايه عمركم، كرمال نحن نرجع نتصل فيكم وتلعبوا معنا لايف على ام تي في بلعبه لاكي تو بي يانغ من بانك ليفانو فرانسيز. وهلا معنا شخصين على الهواء. مين اول حدا؟ نويل انطونيوس. فاذا رح نبلش مع نويل. الو الو، هاي. الو، هاي نويل، كيفك؟ منيح. سافا؟ ايه. اوكي نويل، بتعرف شو لازم تعمل؟ هلا انا رح بلش اسالك الاسئله وانت بدك تجاوب كثير بسرعه، واللي ما بتعرفي اللي ما بتعرفها فيها كرمال تكون كثير سريع. اوكي؟ اوكي. يلا نويل، كرونومتر صار على الشاشه. 3 2 1. لا نرجع بنعيده. اوكي، هلا 3 2 1. توب. 10 plus 8. 18. Bravo. 7 moins 5. 2. 10 moins 7. 3. 7 plus 5. 7 plus 5. الأرقام عم تشوفهم على الشاشة. Bravo. 2 plus 3. 12. 2 plus 3. 5. 4 plus 2. 6. 5 plus 10. 15. 4 moins 3. 1. 9 moins 7. 9 moins 7. 2. 10 plus 6. 16. 5 plus 5. Pardon, t'as crème, ça va. 5 plus 10. 5. 24 plus 8. خلص الوقت. ولا يلا لا خلاص، كنت رح اعطيك بعد كم ثانيه شانس تقولها بس ما جاوبت علينا يا نويل. رح نشوف هلا السكور كلنا سوا تبع نويل قد ايه. اقول لكم جمع شو 1100. 1000. اوكي 1100. 1100 نقطة. رح اوكي هون طلع بين 1000 بس هي 1100 نقطة. فإذا برافو نويل وبرافو، لعبت كثير منيح. بس هلا صار وقت إنه نلعب مع ثاني مشترك تنشوف هن هي او هو قد رح يجمع معنا على الخط. جوال سو هي. هاي جوال. هاي. هاي جوال، سافا؟ وي. جوال انت معنا هلا لايف على الهواء، بس بدي اطلب منك بليز انه توطي صوت التي في، تسمعينا من التليفون. اوكي. اوكي؟ بعد وطي بعد لانه عم نسمعه توايس. اوكي حطي ميوت للتي في. جريت. جوال بتعرفي شو بدك تعملي هلا؟ ايه. اوكي رح بلش اسالك الاسئله، بدك تجاوبي كثير كثير بسرعه. جوال شو بتحبي تصيري بس تكبري؟ معلمه. معلمه، يعني لازم تكوني كثير شاطره بالمات. يلا الكرونومتر صار على الشاشه. 3 2 1. توب. 1 بلس 5. 6. 5 plus 2. 7. 9 plus 1. 10. 8 moins 4. 4. 15 moins 3. 12.
4 plus 3 4 4 plus 8 12 35 plus 7 42 7 moins 3 4 35 moins 7 35 moins 7 28 Bravo, 28 8 moins 7 Pendant 15 secondes 1 10 moins 5 5 6 plus 3 9 2 plus 10 12 Bravo 9 plus 8 Il n'y a pas d'indexer, il y a 9 plus 8 6, 16 Non, il y a 17, مش 16 وخلص الوقت برافو يا جوال لعبتي كتير منيح وكنت كتير كتير سريعة هلأ بدنا نشوف السكور كلنا سوا على الشاشة ألف لا بعتقد سكورها 1400 كمان عنا أوكي 1400 هلأ بين سكور المزبوط على الشاشة فإذا هيك بتكون جوال يلي ربحت معنا بس أكيد بدنا نقول له برافو لنوال وكل يلي عم بيلعبوا معنا دايما في حدا رح يربح وحدا رح يخسر فما لازم نزعل أبدا وربحت معنا جوال بتكون هيك لأن هي جابت أعلى سكور ربحت اليوث باكج تقديمة لاكي تو بي يونغ يلي بيسمح لها إنه تفتح حساب ببلاش ببنكي بانو فرانسيز وبقلب الحساب 100 دولار وكمان كارد فيه ديسكاونتس على كذا كذا محل فإذا مبروك جوال متى أكبر بدي أصير حكيم لا لا بدي أكون فريق ميني ستوديو لا حكيم بدي ألبس السماعة اللي بحبه بدي يكون عند الطيارة لعبرم العالم وعمر بيت مع جنينة كتير كبيرة بدي جمع مصاري لساعد كل الناس لهيك عم حط مصاري بالإجرة كل يوم لكل طموحاتهم نحن حاضرين اسأل عن الخدمات المخصصة لأولادكم بالبي ال اف بعدنا بجو الربح ولح نربح كتير بس نقرأ مسج من حدا من أصحابنا مش بيربح كادو بلا فإذا خلينا كلنا سوا نروح على السوشيال ميديا اليوم ما في إلي تيسألني كم شغلة عندي بخبركن إياها بالسوشيال ميديا بس أنا رح خبركن بعتقد اليوم رح أحكي عن ثلاث أو أربع أشياء أول وحدة رح بلش فيها هي إنه بدنا نقول هابي بيرثدي لرافع عطلة يوم عيد ميلاده بس ما فينا نتلفن لأنه هو مش عايش بلبنان ف هابي بيرثدي صار عمره ثلاث سنين هو دايماً بيحضرنا وبحبنا كتير وبيعمل سبور كمان رافي برافو رافي خليك هيك اوكي تاني شغله لازم اخبركم عنها هي انه السمر شو 2015 ان تورني تبع ميني ستوديو يلي هي باي فار احلى مسرحيه شفتها عم نشوف الفلاير هلا على الشاشه اليوم هو العرض الثاني اللي رح نعمله ببيروت وقطع اوريدي نهار بس نهارين تبع صيدا وبعد عنا جمعة الجاي بطرابلس فإذا لكل يلي بعد ما حضروا المسرحية وبعد ما جابوا التيكتس أنا هلأ أقول لهم أنه ما بقى عندكم كتير وقت المسرحية على الساعة 6 يعني ما نخلص من هون وننزل دغري على تياتر الجميزي كرمال نحضر المسرحية اللي كلها full of songs و colors و very nice clothes هلأ حكينا عن سمر شو عيدنا لرفقي وبعد ناقص أنه شو نربح حدا من أصحابنا رح فوت على انستغرام اليوم خليني بهالوقت اذكركم على وسائل السوشيال ميديا تبعنا عنا فيسبوك ميني ستوديو عنا انستغرام @ميني ستوديو تي في شو عنا تويتر @ميني ستوديو كلوب وكل اصحابنا عم يتواصلوا معنا على كل هول الوسائل بتقول لهم برافو بتقول لهم ميرسي لكل اللي عم بيبعثوا لنا صور ومسجز وبيكتشرز وكل شيء نحن اكيد عم نجرب قد ما فينا نفرج صور بالحلقه ورح نفرج صوره هلا عن بنت كثير مهضومه بعثت لنا صورتها على انستغرام مع مسج تحتها اسمها ماريانا هاي انا ماريانا عم نشوف صورتها هلا على الشاشة هاي أنا ماريانا بحبكم كتير بدي أقول هاي لدومينيكي كيف سألت أنا عم بقرأ المسج تبعك اليوم كمان فإذا هاي ماريانا هيدي بيزو لإليك وأكيد لأنه بعتي لنا هالمسج وحلو لأنه قلتي هاي لإلي كمان فإذا رح تبعتك تربحي كادو كتير حلو خلينا نشوفه كلنا سوا على الشاشة بيكسلز ربحت فري هير كوت من عند بيكسلز
فإذا مبروك ماريانا، وانتو كمان فيكن تعملوا مثل ماريانا وتبعتوا لنا مسجز أو صوركن أو حيلا شي بتحبوا تبعتوا لنا إياه على كل وسائل السوشيال ميديا تبعكن. هلا أنا نروح على بريك قصير كتير بسرعة ونرجع نجي مع كل فقرات ميني ستوديو. خليكن ترونا. ميني ستوديو. ورجعنا مع ميني ستوديو بعد مينيك لايف على الهواء على الام تي في. بدي ارجع لكم هاي لكل اللي عم يحضرونا. وهلا صار وقت شو؟ صار وقت انه نتعرف على لعبه جديده ونقول هابي بيرثدي لحدا من اصحابنا مع جوي كلوب. مثل ما خبرتكم هذيك المره بالحلقه بس كنت جبت الجيتار تبع فيوليتا، انه انا والانسترومون مش كثير. هلا حطيت شابو حلو، شابو مع اللوك هيك مع السالوبات والكونفيرس، انه ايه مثل تشارلي تشابلن، فحبيت هذا اللوك. اقولك بعرف اعمل المشيه، شو اقولكم هات نجرب. هو بيمشي هيك صح؟ لا هات نجرب بعد مره. عنده العصاية كمان بس ما معي العصاية. اوكي خلينا نرجع لجوا كلوب. فاذا شوفوا عندي هالكرافات كثير مهضومة، انتم عم تشوفوا بيانو عليها. هلا بس دورها للكرافات، سمعتوا الصوت؟ رح ارجع اعيده. طفيتها اون. اوكي وفيني دق على الجيتار. بيانو بيانو تشارلي تشابلن عم حبني شكله، عم بوقع لي الشابو عن راسي. عم دق هلا بليز. اوكي فاذا هيدي هي الكرافات يلي في منها على بيانو، فيكم تلاقوها بحيلا فرع لجوا كلوب وين ما كان. بس الشيء الاحلى هو هالشابو تبع مايكل جاكسون. يه اجتني فكره. اجتني فكرة. ضويت اللمبة. فينا نعملها اوف. ها هيك طفيت وفينا نشيلها مثل ما انا عملت قبل. فينا منشيلها لللامب وبنرجع بنحطها وبندورها اون. يه ضويت اللمبة اجتني فكرة. فاذا الفكره اللي اجتني هي انه اليوم عيد رواد ولازم نتلف له تنقول له هابي بيرثدي. اوكي خلينا نقول له الو لرواد. بس اكيد الو. الو هاي رواد. هاي بتعرف مين عم يحكي معك؟ ميني ستوديو. مزبوط ميني ستوديو معك دومينيك لايف على الهواء على ام تي في. اليوم عيد ميلادك وعم دق لك تنقول لك هابي بيرثدي. ما تنطر حدا يردني من هون. هابي بيرثدي. مزبوط رواد قد ايه بيصير عمرك؟ 12 رواد. شو بدك تخبرنا شيء هيك مهضوم؟ بدك تقول هاي لحدا؟ لكوزيناتي واهلي. لكوزيناتك واهلك. فاذا بدنا نقول هاي لكوزيناته لرواد وهاي لاهله لرواد. رواد هابي بيرثدي، وان شاء الله يكون عيد كثير حلو بالنسبه لك، وان شاء الله تكون سنه كمان كثير حلوه. فاذا بيست ويشز وهابي بيرثدي. واكيد خليك معنا هلا تنشوف شو ربحت كادو. اذا فينا نشوف هديته لرواد اير هوجز الهليكوبتر. اكيد كثير رح تتسلى فيها لانه عمرك 12 وهاللعبه لهيدا العمر على ريموت كنترول بتصير تطير الهليكوبتر. فاذا هابي بيرثدي رواد، واكيد كرمال تستلم هديتك لازم تتصل على 03 85 86 87. مبروك. كنت اسكن يفا وربح 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 وكله ربح
ربحت معنا جوال وربح معنا رواد. هلا كان عيد ميلاد وربح معنا لعبه كثير حلوه، وانا كمان كنت عم بلعب هلا مع هولن. يي ضويت اللمبه والكرافات اللي فيها بيانو. بس هلا رح نتعرف على لعبه جديده فينا نلعبها على الايباد او تليفون باي بلاي. اللعبة اللي رح نتعرف عليها اليوم كتير حلوة وهي اسمها Hungry Shark. Hungry Shark Evolution. هي هلا رح تفرجيكم التريلر تبعها، بس رح خبركم شوي عنها قبل. هي عن شارك مثل ما اسمها بيقول Hungry Shark Evolution، يعني كتير جوعانة وكل شيء لازم تاكله، وانتو رح تكونوا الشارك باللعبة ولازم تاكلوا كل شيء. خلينا نشوف التريلر تبعها هيك بقدر فسلكم أكتر. Evolve or die. هون هلا Cold Crush هلا عم تاكل كل شيء. Encounter crazy enemies. مثل ما شفتوا هلا مثلا في كثير عالم رح يصيروا يجربوا يقتلوا على الشارك. Pimp your shark. فيكم تعملها تحطوا لها accessories. يعني كيف مثلا يعني كيف لعبة السيارات بيصيروا مثلا بحطوا لهم جنوطة او هيك اشياء، هالشارك كمان فيكم تحطوا لها تاج او فيكم تحطوا لها اي دون نو، في كثير اكسسوارز فيكم تحطوهم للشارك. فاذا اكيد نزلوها للعبة لانه كثير مهضومة وبتنزل على اندرويد وعلى ابل ستور. وهيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم، انا كثير تسليت معكم واكيد رح اشوفكم بحلقة جديدة بكره. باي باي.